السلام عليكم. منذ أن تمركزت ميليشيا الحوثي في المرتفعات المطلة على الأحياء السكنية في قرية النجد بمديرية صالة شرق مدينة تعز، تغيرت طريقة حياة السكان، أو لنقل تغيرت طريقة حياة من بقي منهم على قيد الحياة. أغلب البيوت المكشوفة للقناصين لم يعد بإمكان أحد أن يدخلها أو يخرج منها في النهار، وأغلب الطرق الحيوية اضطر السكان لحفر خنادق يسيرون فيها وهم مختبئون خوفا من القناصين، وصارت هذه الأخاديد طريق طلاب المدارس وطريق إسعاف المرضى وجلب الدواء والغذاء للسكان المحاصرين في بيوتهم. الطفلة غفران واحدة من ضحايا القناصين في هذا الحي، خرجت من الباب لتلعب أمام بيت أهلها، لكن القناص لم يمنحها مهلة للعب، والباب الذي خرجت منه سليمة عادت إليه جريحة على وشك الموت. نشاهد قصة الطفلة غفران في الفيلم التالي ثم نعود. غفران كانت بالحوش تلعبي واخواتي وبنات خالي، وحصل طلاق انصام من الجبل وهرب من خواتي، وبعدين قنص على الخواتي والكل بنات خالي، خرج مشت سعفه وقنص عليه والكل، وهذا اللي حصل. بعد بالزمن دخل من المستشفى وسحب من المستشفى كله، صار نص الطريق وانتهى. قتلوا عيالنا يا ابني، وقتلوا جوالنا وحصرونا وقوعونا وهانونا، خلونا المهم شرف ذل بكل بقعة. والله الله ينتقم منهم إن شاء الله، الله يصيبهم. كانت تلعب هي وأطفال جيرانهم، أطفال أبناء خالي وخواتي الصغار. طبعا هنا الأطفال عندنا يعانون معاناة كبيرة، لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس بسبب القنص، ولا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم اليومية من اللعب مع بالله خارج البيوت، بالله في معهم من ميدان كرة قدم كانوا يحاولوا يلعبوا فيه ويقنصوا داخل الميدان. يعني الوضع هنا الوضع الإنساني مزري لأبعد الحدود. ألعب أنا وهي، أجلس أنا وهي، تدعي لي جدا. الحمد لله، له الحمد، خرجونا من بيوتنا. إحنا للعقرية، إحنا خرجنا مع قسيلة شو البيوت. قرية إيش؟ خرجنا هناك الحارة دي مثلا. عقسينا شو نبيتنا قدر بتفيصل. طبعا من الخلف، أنا عدنا واقف وضربنا من الخلف من هنا من السلام. طلقة جابت له خير من طلقة. لا، طلقة واحدة وانفجرت داخل، عاد الطلقات هذينك موجودة داخل البيت، انفجرت الأربع قطع وسببت لي طبعا كسر مركب. يعني الحمد لله تمام. اللي هم ما نقدرش نقدر نشرف على الجبل، كان ضروري البيت حقيقة. لك شوف كيف كل صار كله قدع، حتى بيتك بعض المرات ما تقدرش تخرجهم، ما قررك تخرج. قادوا أطفالهم، أطفال يقمصوهم، رجعنا فتحنا باب من الجهة الخلفية هذه وشفته قنص على ابن أخي وبنت أخي واثنين من بنت أخي راعي البيت. هذا اثنين بنت عادي بسنتين ونص، برهان. طبعا هذه جدتي، وابن بنتي غفران. غفران وامين، امين فيصل واحمد، وابن الجيره قام من هنا من عندنا 10 اللي هم قنصوهم من التروخ ومشاقين على نفسه. احنا المنطقه هنا يا ابني لا 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 طار يطير ولا سار يسر، بس ما نقدرش نخرج حتى الابواب. ابت حقك وقعت في الخلائف. طبعا اضطرينا ان احنا نحفر الانفاق من القريه الى طريق الزفلت لكي يؤمنون الناس قوت يومهم. طبعا الخروج يخرجوا بالليل، يجيبوا الغذاء من الدقيق والبطاط والطماط، والعوده يخرجوا بعد صلاه الفجر، والعوده بعد صلاه المغرب. وطبعا والانفاق حفرت الاهالي لل، قاموا بحفر الأنفاق أيضا للقيام بالإسعافات، لو في مصاب، لو في شخص قنص، لو في شخص جريح، لو في شخص مريض بأي مرض
طبعا يمروا عبر هذه الانفاق. أفران أفران قتلوا لهم الأمة المحمدية وأنا بالنقد معهم. أفران أمين بن فيصل. أمين بن ابني أخوي أخوي. أمين فيصل. عدوا قتلوا 3 شهور قتلوا أخته. زيد ابنك مكانه عبد الله قنص. وعبد الله قنص عبد الله قنص برقبته. عادني قل له يا لدي لا تخرجش ممكن معك الساعة 3:45 عدم عدنا شخص. ما عزيزنا لو زعق الزعق قالوا عبد الله قنص. أنا أصبت طبعا هنا قبل 2 شهر في الرقبة قنص من تبة السلال وربك لطف ما وصلتش عادي ما وفتش ولا المنطقة خطير جدا. دوخكوا يا ابني ما عاد شفتكوش ما عرضوش يشدوني المستشفى قالوا ايش تفتقع خلوني جالس اللي بكيلي للبنهار ونبكي على عبد الله. كيف عبد الله مشكش عبد الله مشكش عليه ابني قهوة قوم من قنص مات معي الا الله تعالى احمده واشكره واقضي بالحمد والشكر له الحمد له الشكر شق ما شفق تقعش عليه الحمد لله. مو بذنب الغفران مو بذنب هذه بالسنتين ونص خرجت تلعب بحش قنصة من كبة السلال والثاني خرج يطرب الله على كرشه قنص النور. الله لا سامحهم حسبي الله نعم الوكيل عليهم أن يموكل الله تعالى الله يهدهم الله يهدهم الله يهدهم الله يهدهم. والله نعيش بيني بينك مخاطرة أين نروح لا رواتب جابوا لنا ولا وقفوا علينا كل حاجة طبعا ما بلا ما تعيش إلا داخل بيتك وين نروح. أنا طبعا مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز توقفت الدراسة بعد إصابتي كان ما فيش البديل اللي يقوم بالعمل اللي يقوم به أنا مش نعم إنه ما فيش ناس ما فيش ده الوضع خلاص الناس خافوا من التحرك من الذهاب للمدرسة والرجعة والطلعة ما فيش واحد يعني خلاص الناس خافوا من بعد عملية القنص هذه قنصتونا قنصة غفران قنصة أحمد سعيد قنص مصطفى سعيد وجدان يعني ناس كثير مرة في ليلة قلت لي 3 قنص في يوم واحدة 4 اللي هو وجدان ومصطفى سعيد ومسموه وحميد وحمد سعيد هذون في يوم واحدة وبنفس المكان قنص بالبداية وجدان وقع بعده محمد سعد شنقضوه قنصونه بالساقين وبعده مصطفى وبعده حميد. وانا ننزح يا ابني انا ننزح قنص احنا بمية بالطائرة حتى نهينا. كان طبعا معظم اعتمادهم على الوادي يزرعون بالوادي ويبيعوا للمدينة الخضار طبعا هذا كله توقف من مادة الى معاناة شديدة. قرية ذن يرحم الله معهم قراش معهم ماشي معهم يدخل معانا وادي ما خلوناش ندخل للوادي حقنا حرمونا من وادي حقنا والله العظيم حرمونا من وادي حقنا أخي قنص وانا ويقزع ابن أخي قنص وعيش ظن قاب وبيوت قن درشخ ابني ما أقول نخرق قلبنا يلا عتق قال يربع له ما هنعمل يا ابني نحن بمنطقة وانا متحصرين مرة المنطقة محاصرين لله. خرج البنت قال يا بقى نصوفرا خرج أمه ماما دم الله لا تذكروا ما شافوا كملوا الأطفال كملوا المواطنين مو ذنبهم إنسان لا يضرب لا رصاص ولا بمترس ولا معه مدفع ولا معه دبابة يضربوا على مو ذنبه أوادي مادان اللي يضربوا على الناس هذان نقول إنه وحوش مش أوادي قال سلك بالجبال متوحشين فقط. أمي الآن بالجهة الثانية مننا أنا ما نعرف شنو نروح لعندي الآن ما نروح إلا بالليل بدون ضوء بدون أي حاجة يعني تسلل. يسكن في طرف القرية وتسكن والدته في الطرف الآخر ولكن قناصا حوثيا يتربص به ويمنعه من صلة أمه والبر بها. قناص يقطع ببندقيته أوصال قرية ويمنع سكانها من الحياة والحركة بل ويقنص ما يقع في مرمى بندقيته ولو كانت مجرد طفلة تلعب.
مشاهدينا الكرام، الناشط الحقوقي ماهر العبسي زار هذه المنطقة أكثر من مرة ورصد كثيرا من الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون في قرية النجد بمديرية صالة. نلتقيه بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز الناشط الحقوقي والراصد الميداني ماهر العبسي. مرحبا بك سيد ماهر. أهلا وسهلا بك. مرحبا أستاذي. تابعنا قبل قليل قصة قنص الطفلة غفران في قرية النجد بمديرية صالة، هل هي حالة وحيدة أم أن لديكم رصد لحالات مشابهة؟ في الحقيقة القنص في منطقة النجد في مديرية صالة ليست غفران هي حالة القنص الوحيدة ولن تكون الأخيرة. القنص في قرية النجد في مديرية صالة مستمر بشكل شبه يومي، إن لم يكن يومي يعني بشكل أكيد مستمر بشكل مستمر. لا يتم التفريق بين نساء بين أطفال بين رجال بين أطفال. طبعا رفضنا كثيرا أيضا أطفال بزي مدرسي عند عودتهم من المدارس يتم قنصهم من جبل السلال المطل على القرية بشكل كامل. نعم. هذه القرية لا ساتر بينها وبين القناص، ليس هناك أي شيء يحجب بينهم، فقط يعني هم أهل القرية يعني لا يستطيعون النزوح من أماكنهم، لا يوجد لهم مكان آخر للنزوح إليه. المناطق يعيشون فيها هذه قرية، يعني الناس الذين ينزحون من المدينة ينزحون إلى القرى، هذه أصلا قرية، إلى أين ينزحون؟ ليس لديهم مكان آخر للنزوح غير هذه القرية وهذه مساكنهم. صحيح. هم مستمرون في هذه القرى، عندما يخرجون لقضاء حوائجهم لشراء بعض احتياجاتهم المنزلية طبعا. نعم. ليس هناك أي يعني مقومات للحياة في هذه المنطقة من المحلات التجارية وهكذا في هذه المنطقة، هم يضطرون للخروج إلى منطقة العسكري أو لمنطقة إلى وسط المدينة كي يتجب. عند الخروج وعند العودة يتم قنصهم بشكل يومي بشكل شبه يومي، بعضهم يسقط قتيلا وبعضهم يجرع بعضهم يتسبب بإعاقة دائمة لهم، وهذا هذه حياتهم. يعني أصبح مجرد الخروج لجلب الاحتياجات مغامرة حياة أو موت. بالضبط صحيح يا أستاذ. الخروج لشراء الاحتياجات اليومية أصبح جريمة في نظر هؤلاء القناصين الذين يتمركزون في تبة السلال المسيطر عليهم قبل الميليشيا الحوثي وقوات صالح. هؤلاء السكان يعني طبعا يعني بالإمكان التفريق بين إذا كان هذا شخص مدني أو شخص عسكري، لكن هناك تعمد على استهدار المدنيين في هذه المناطق منذ بدايه الحرب كما نحن نشاهد. نعم. كما نزور الضحايا او عند زور المنطقه نفسها. كم عدد السكان المحاصرين في هذه القريه المعرضين للموت بهذه المجانيه في قريه النجد، كم تقدرون اعدادهم في قريه النجد؟ في قريه النجد حسب ليس الاحصائيه بس حسب ما ازور انا هناك بشكل مستمر وارى المنازل في قريه النجد، لا يقل عدد السكان هناك عن 300 الى 400 اسره في نفس المكان، يعني حسب عدد المساكن. طبعا في كل مسكن بالتاكيد هناك اسره اسرتين اسره. نعم. اسرتين لا يقل عن 100 كما هو حال اليمنيين في كل قريه. نعم. اذا يعني بالضبط. القنص احد اهم اوجه المعاناه التي يعيشها سكان هذه القريه، ما هي الاوجه الاخرى لمعاناتهم؟ الأوجه الأخرى لمعاناتهم هي في خلاف القنص هو الرعب المشكل عليهم بشكل يومي من قبل هؤلاء القناصين. أضف إلى ذلك القذائف التي تفاق بشكل مستمر على حي النجد على قرية النجد أو حي صالة أو يعني المناطق المجاورة، هناك قذائف تفاق بشكل مستمر. هذه أوجه رعب أخرى. أيضا دمار المنازل، الكثير من المنازل مدمرة بفعل القذائف، السكان يعيشون على انعدام الخدمات بالتأكيد. يعني
انعدام الخدمات، بالتاكيد هناك انعدام الخدمات الاساسيه ومقومه الحياه في 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 حي النجد. كما قلت لك اضطر السكان لمغادره الحي الى مناطق اخرى لكي يشترون احتياجات اليوميه، هذا يعتبر من اكبر المخاطر التي تشوفونها. ايضا انعدام الاغاثات وانعدام المساعدات الانسانيه في لهذه المنطقه، جميع المنظمات والجهات الاغاثيه تعتبر هذه المنطقه منطقه خطره بسبب القنص، ولا يستطيعون الوصول اليها او مساعده السكان بأي من الاحتياجات الأساسية لهم. سيد ماهر، هل هناك أي تمركزات لقوات المقاومة والجيش الوطني قرب هذه القرية تستدعي رد الميليشيا الحوثية عليها؟ يعني هل هناك أي مبرر لاستهداف هذه القرية من قبل الميليشيا كهدف عسكري؟ طبعا في نفس القرية في النجد ليس هناك يعني طريق او شارع رسمي كي تمر مثلا دبابات او مدرعات او اهداف عسكريه يمكن استهدافها في نفس القريه. القريه هي عباره عن طرق فرعيه، طرق ضيقه يعني يمر منها السكان. انا من خلال طلوعي ومشاهدتي نفس المكان لا يوجد تمركز لاي مسلحين او اي يعني عربات او ما شابه ذلك، قوة يعني مواقع قوات المقاومه، يعني مواقع قوات المقاومة كما شاهدتها أنا أيضا هي في أسفل في في في, في يعني بعيدة عن هي النجد، في منطقة تقريبا اسمها الشرف، منطقة بعيدة عن هي النجد. أما في نفس المنطقة لم أرى إلا يعني سكان مدنيين يعيشون في مناطق، حكوا لي يعني معاناتهم التي كانت في السابق عندما كانت جماعة الحوثي تسيطر على نفس المنطقة، هم تعرضوا لانتهاكات كثيرة منها اعتقالات، يعني في يوم واحد تم اعتقال قرابة 40 من أهالي القرية وتهم انهم دواعش ومن ما الى ذلك، يعني هم 40 فردا من اهالي القريه المنطقة. بالضبط حوالي الساعه الثانيه ليلا تم مداهمه القريه واعتقال يعني فرد من كل من منازل القريه تقريبا، من اغلب المنازل تقريبا، وتم اقتيادهم على انهم دواعش. وهكذا هم عانوا عندما كان الحوثيين مسيطرين على نفس المنطقه، وعانوا عندما خرج الحوثيين بسبب القنص. نعم، وهل لا يزال هؤلاء معتقلين؟ لا، تم الإفراج عن كثير منهم، بقي تقريبا 3 معتقلين تم نقلهم مدينة الصالة. نعم، هل ترصدون الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية غير الشرعية التي تنطلق أو التي تضرر منها المدنيون في هذا الجزء من مدينة تعز؟ بالتأكيد يعني الأضرار الجانبية التي يعني التي إذا كانت تقصد بها الأضرار الجانبية غير غير إصابة المدنيين، نعم نحن نرصد الدمار الذي تعرض المنازل، نرصد الحصار الذي تعرض المناطق، لأن الحصار يعتبر جريمة الطرق في توصيف القانون الدولي الإنساني، قطع الطرق ومنع المواطنين من المرور، أيضا منع المواطنين من مثلا حتى هناك كثير من الحالات يتم قنص شخص ويمنع إسعافه، من إسعاف هذا الشخص يتم منعه وقنصه أيضا، هذا يعتبر يعني هذه جريمة تلذذ بالجريمة، يعني يمنع إسعاف الجرحى، تلذذ بالجريمة حتى يعني يموتوا نزفا. بالضبط يعني بالضبط، بعضهم ننسى يعني يتم أي حد يقترب من هذه المرأة كي يسعفها، يتم منع المواطنين كي يسعفوها، هذه جريمة وقف الجرائم، والمنع من إسعاف الجرحى هذه جريمة وقف الجرائم السابقة التي يتم ارتكابها حتى المدنيين. ما الذي تقومون به أنتم كإجراء لرصد هذه الانتهاكات وتوثيقها؟ طبعا نحن نقوم في كثير من الأحيان بالانتقال إلى نفس المنطقة كي نستطيع من توصيف الانتهاك بشكل دقيق وبشكل سليم، وتوصيف المكان الذي تم منه قنص هؤلاء المدنيين والجهة التي قامت بقنص هؤلاء المدنيين، وتوزيع هذا الانتهاك مع أخذ شهادات من المواطنين الذين كانوا متواجدين وتدوينها في استمارة يعني مسجلة وموقعة من قبل الضحايا، حتى يتسنى لنا جنم آجلا محاكمة هؤلاء القتلة وهؤلاء المدنيين بشكل يعني ينصف هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات طيلة هذه الفترة. وثم أين تذهب مخرجات هذا الرصد؟ ما هي خطوتكم التالية؟ مخرجات هذا الرصد في الوقت الحالي مخرجات هذا الرصد يا عزيزي يعني إصدارها على هيئة تقارير وأرقام الاستدلال ببعض أمثلة من هذه الانتهاكات. نعم. حتى يوضح للرأي العام المحلي والدولي حجم هذه الانتهاكات وحجم هذه المعاناة التي يعانيها السكان في هذه المناطق. نعم. أما فيما بعد نحن نحتفظ بهذه الملفات لنا عادة يجب يعني القتلة أو المدنيين يجب أن يحاكموا وتقدم رقابهم إلى المشانق، هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم بحق السكان
يجب أن يحاكموا هذه الملفات. نحن نعتذر بها. إلى الوقت المناسب سيتم تقديمها إلى القضاء المحلي أو الدولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين. هذه حقوق الضحايا يجب أن نحتفظ بها، وهذه يعني أمانة بعناقنا. يجب أن يعني نساعد هؤلاء السكان للقصاص من قتلهم، من جرحهم، من حاصرهم. وهذه هي هل هناك هل هناك تعاون من قبل المجتمع معكم كراصدين حين تنزلون إلى الميدان لتوثيق هذه الانتهاكات؟ بالضبط، يعني في البداية كان نوع من التعاون البسيط، لكن حاليا الناس بدوا يعون ويعون كيف يعني يحتفظون بحقوقهم، كيف يبلغون عن هذه الانتهاكات. كان بالسابق يجب أن نبحث نحن عن الانتهاكات، الآن أصبح الناس يعني يبحثون هم عن الرافضين وعن المكاتب، يقومون بالإبلاغ يعني من المنظمات الحقوقية أو اللجنة الوطنية. نعم. يقومون بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتسجيلها وتدوينها وإحضار الشهود، وأصبح هناك التعاون، أصبح هناك وعي كبير بترصد هذه الانتهاكات وتوثيقها. إذا تبددت المخاوف التي كانت يعني متواجدة أو كانت يعني لدى البعض في بدايات عمليات الرصد. بالضبط، مع استمرار الانتهاكات وزيادة شدة هذه الانتهاكات واختلاف أشكالها، أصبح الناس على وعي كبير بتوثيق هذه الانتهاكات حتى لا تضيع حقوقهم ولا يضيع الفرصة في محاكمة من أجرم في حقهم. هل تقومون بتوثيق القضايا بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ وما هو شكل التعاون بينكم؟ نحن كمنظمات مجتمع مدني أو العديد من منظمات المجتمع المدني نقوم بتوصيل يعني إما على هيئة استمارات أو قاعدة بيانات للجنة الوطنية أو كبلاغات للجنة الوطنية عن وجود انتهاكات تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية حسب يعني آلياتهم يقومون بتحويل هذه القضايا وهذه قاعدة البيانات أو أسماء القتلى والجرحى ويعني متابعة التحقيق في هذه القضايا المرفوعة من قبل منظمات المجتمع المدني ويقوم برصدها وتوثيقها. وكي يعني تبقى في سجلاتهم وفي ملفاتهم انهم الجهه الوحيده المخوله برصد انتهاكات حقوق الانسان، وكي تقدم للقضاء حسب قرار الرئيس عبد الرب المنصور هذا. نعم. القرار الاخير الذي يتم حال ملفات اللجنه الوطنيه الى القضاء يتم عن طريقهم رفعها الى القضاء والتحقيق في هذه الانتهاكات. كراصد ميداني تتعامل بشكل ربما يومي مع الانتهاكات ومع الضحايا، ما هي اهم النصائح التي توجهها للمواطنين بخصوص توثيق قضاياهم إلى أن يصل إليهم الراصدون؟ بخصوص توثيق قضاياهم يعني أنا أنصح أن يقوم المواطنين بتوثيق يعني مؤقتا حتى قبل أن يصل إليهم الراصدين أو قبل أن يصلهم إلى الراصدين توثيق قضاياهم. يتم يعني استخراج وثائق عن إن كان هذا الشخص مصاب أو قتيل. يتم استخراج يعني شهادة الوفاة والتقارير الطبية. يتم تسجيل وقت الانتهاك وتاريخه. كثير من الناس يعني يصابون يقتلون قبل أشهر، نسأله عن تاريخ إصابة يقول لك لا أذكر لا أتذكر. يتم توثيق الأوقات هذه بشكل دقيق. يتم يعني معرفة الأشخاص الذين كانوا متواجدين وقت الوقت. نعم. كي تأخذ شهاداتهم مثل هذه الأشياء يجب تدوينها في إذا تدوين لحظة وزمن ونستطيع نحن نعم سليم وقانوني. إذا أهم المعلومات هي تدوين لحظة وقوع الحادثة وأهم الشهود القريبين من مكان الحادثة وتصويرها إن أمكن، أليس كذلك؟ بالضبط. هل لك من رسالة أخيرة للوضع في قرية النجد تود أن تطرحها في هذا الحيز؟ رسالتي الأخيرة هي أن يتم اولا ان يتم يعني مساعده هؤلاء الضحايا، هؤلاء المنتهكين، هؤلاء الذين يعانون من يعني عانون من هذه الحرب غير الاحياء الباقيه، ان يتم مساعدتهم اما بالاغاثات اما بمساعده اليه اما ب يعني حتى توفير حمايتهم من القناصين ايضا التي هم اكيد توفير مشاكل حمايتهم من القناصين. هذه غير ممكنه طبعا، يعني هذه يعني تخص الأطراف العسكرية، لكن كدولة أو كحكومة أو سلطة محلية. نعم. يتم توفير مساكن لهم في مناطق آمنة، إخراجهم من هذه الأماكن التي أصبحت يعني أصبحت أهداف مستمرة ويومية للقناصين. هذا هو ما ود يعني 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 يعتبر أقل القليل التي يمكن أن نخدم بها السكان المدنيين المتواجدين في نفس المنطقة. نعم. الناشط الحقوقي والراصد الميداني ماهر العبسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة غفران وأهالي قرية النجد بمديرية صالة، تم الرصد، في أمان الله. Thank you.